فيما يخص هذا النشاط اللي حضرنا ليه اليوم الافتتاح ديالو افتتاح ديال برنامج اوراش بمقبرة سيدي حجاج، يعني اللي متبني هذا المشروع هي جمعية نهضة الزناتة، فهو مشروع نوعي يهتم بالعناية بالمقابر المسلمين، وحنا محتاجين لهذه الخدمات هذه. ونهضة جمعية نهضة الزناتة هي من الجمعيات النشيطة، وحنا مستعدين نخدموا مع الجمعيات النشيطة بالمنطقة. عندنا إكراهات في هذه المقبرة هذه لأنها امتلأت عن آخرها، واليوم هذه الجمعية هذه كتحاول ما أمكن تنظف لنا، يعني خاصة الأشجار اللي مزدحمة على القبور، وغادي نستغلوا هذه الأماكن الفارغة إن شاء الله باش ندفنوا وفيات جديدة. الجماعة في طور البحث عن وعاء عقاري جديد لتخصيصها إلى مقبرة واسعة. نحن في جامعة عين حارود عندنا واحد الإكراه ديال البحث عن مقبرة. كان واحد المشروع ديال مقبرة جماعية يعني في الولايه السابقه، ولكن ربما المشروع على المستوى الاقليمي ما مشاش بعيد، وربما ما خرج على الارض الوجود. حنا اليوم كنطلبوا واحد الوعاء عقاري، كنطلبوا المدينه، كنطلبوا شركه لاصاص باش وفر لنا واحد الوعاء عقاري من اجل يعني فتح مقبره جديده من اجل دفن موتى جماعه عين حروده. وحنا باقي كنتظروا باش توافق لنا شركه لاصاص يعني تحت اشراف السيد الرئيس محمد الضاوي، فهو يعني كيخدم بواحد الشكل يعني جدي وبواحد الشكل بواحد الوتيره يعني كبيره في هذا المجال، وكنتمنى ان شاء الله يكون خير مستقبلا.